شهدتوا البارح معنا الفعاليات ديال كاس العرش، ثم اليوم بطولة الوطنيه للمهن المفتوحه. يفوديغ كو هاد النسخه كانت استثنائيه، لان لاول مره كان استثنائي، لاننا رفعنا من عدد المتابعين في الاول. في النسخ الماضيه كان 5 متابعين ذكور ثم 5 اناث. هذه السنه تماشيا مع الطلب ديال الجمعيات والعدد، يعني العدد المطارد اللي طلع في عدد المتابعين في لي زاتليت والمنخرطين، وصلنا لعدد 10 ديال المتابعين من كل جمعيه. وهذا هو اللي فسر المنافسه القويه اللي شفتوها واللي حضرتوا ليها، واللي فسر ان كانت واحد ليكيتي حتى هو نيفو ديال لي بري. يعني 10 او 12 جمعيه اللي شاركوا، لان يعني كانوا دي زاتلي ديسكاليفيتو، دونك كان فعلا حسينا بالطعم ديال المنافسه، وان النتائج لم تكن محدده مسبقا. زعما هذا هو الطابع الخاص لهذه النسخه. البارح كانت المسابقه ديال كوب جو ترون ديال سوب اكواتيك، الحمد لله توفقت ناخذ المرتبه الاولى، وكانت المنافسه مزيانه، وقال المشاركين توفقوا انهم يديروا المجهود ديالهم وياخذوا مراتب مزيانه. واليوم كانت شامبيونا دو ماروك حتى هي تاي خديت المرتبه الاولى الحمد لله، والنادي ديالي توفق ياخذ 4 هاد المراتب الاولى. وكنشكر والديا وجميع الناس اللي شجعوني والنادي ديالي، وكنحاول انا ما امكن انني نوفق ما بين الدراسه ديالي ولي زونترينمون باش نقدر نجيب بحال هاد النتائج. البارح كان درنا المسابقه ديال كاس العرش، واليوم درنا المسابقه ديال الشامبيون دو ماروك. الحمد لله البارح فزت بالمرتبه الاولى، واليوم المرتبه الثانيه، والحمد لله داكشي داز واخا شويه صعيب، ولكن الحمد لله داز داكشي بخير. اول حاجه المسافه اللي كانت شويه طويله، وتلاقينا بعد مرات لي ميدوز، وكان شويه الخوف وصافي. في الاول كان داكشي داز بجينيراسيون، بابا خويا الكبير، ودابا انا الحمد لله صافي. من قلت مي قالوا لي بان راه بابا وخويا كانوا ناجر كبار في المغرب، قلت انا علاش لا، انا نمشي معاهم ونولي سميتي تدخل في المغرب ان شاء الله.